أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن